تكوين أكاديمي لفائدة طلبة الإجازة المهنية المتخصصة في المقاولة الصحفية يرقى للعالمية من خلال ماستر كلاس حول موضوع المراسل الصحفي أدوار وتحديات من تأطير محمد البقالي الدكتور في علم الاجتماع والمراسل المعتمد لدى شبكة قنوات الجزيرة بأوروبا. عرفت قاعة الندوات برحاب جامعة بن الطفيل بكلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة يوم الأحد 20 فبراير 2022 أشغال ماستر كلاس من تنظيم الإجازة المهنية المتخصصة في المقاولة الصحافية، والتي نسقت من طرف الدكتور كريم بابا بحضور الدكتور هشام بالهاشمي رئيس شعبة الفنون والوسائط. وقد عاد ابن الوطن ليسدد دين الوطن، وذلك باقتسام معارفه وخبراته التي اكتسبها عبر سنين من الممارسة المهنية مع من هم في تطلع لتطوير مهاراتهم ومعارفهم. أولا أنا أؤمن بتقاسم الخبرة، وليس أفضل من تقاسم الخبرة مع الذين يرغبون في احتراف هذه المهنة في المستقبل، لأن بالنسبة إلي هي لحظة تبادل ولحظة تقاسم ولحظة جميلة أقدم فيها جزءا من خبرتي، وأتعلم أيضا فيها أشياء كثيرة من خلال ما أسمعه، من خلال الأسئلة التي تطرح، وأيضا من خلال الأفكار والنقاشات التي تطرح. وبالتالي أنا أعتقد هذه اللحظة هي لحظة تبادل للخبرة، خاصة وأن الطلبة الذين حضروا هذه الدورة أو حضروا هذا اليوم هم طلبة لديهم خبرات في مجالات مختلفة، وبعضهم لديه خبرة في المجال المهني. هذا أعتبره واجبا، لأن نحن تعلمنا هنا في المغرب. أنا شخصيا درست كل دراستي في المغرب باستثناء ماجستير أنجزته في فرنسا، ولكن جاء متأخرا ولم يكن هو الأصل الذي كان اختيارا في إطار ما ذكرته من التعليم المستمر. بالتالي أنا أعتبر أنه من واجبي أن أتقاسم الخبرة مع أبناء الوطن، وهذا جزء قليل من رد الدين لهذا الوطن، هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهذا الوطن. وعرف اليوم الدراسي تنوعا في فقراته، وذلك بين قراءة في إصدار محمد البقالي الأخير والموسوم بكيف تكتب قصة مصورة للتلفزيون، وبين تأطير تطبيقي لمراسلة تلفزيونية حية. هذا اللقاء تضمن محورين أساسيين. المحور الأول حول الكتابة للتلفزيون، وكانت الأرضية هي قراءة في الكتاب الذي أنجزه حول كتابة القصة المصورة للتلفزيون، وقدم الطلبة قراءات نوعية ومختلفة في هذا الدليل. المحور الثاني كان عبارة عن ورشة كذلك تطبيقية حول عمل المراسل الصحفي، حيث قام الطلبة بتقديم نماذج تطبيقية ليختم التكوين بتوجيهات أطرها وقدمها ضيف المسلك اليوم الأستاذ دكتور محمد البقالي. جميل جدا يعني مثل هذا لي ماستر كلاس اللي تنظمهم الإجازة المهنية ديال المقاولة الصحفية، وخصوصا في كلية يعني كلية اللغات والآداب والفنون. يعني هذا الماستر أكيد وهو يستضيف سي محمد البقالي الزميل وابن البلدة، يعني والذين تشاركنا يعني بدايات في المجال الإعلامي بصفة عامة، يعني تجربة يعني في مجال المراسل الصحفي، يعني أكيد تكون واحد الإضافة لهذا الطلبة ديال هاد المقاولة. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم يعني هاد الإجازة من خلال استضافة يعني مثل هاد المراسلين أو من هاد الإعلاميين، وأنهم يعطيوا الخبرة ديالهم لهاد الطلبة. طبيعة الحال هاد التكوين بالخبرة هو شي حاجة اللي هي تتكون يعني قيمة مضافة لجميع التكوينات، بمعنى أنه ممكن اليوم نجي ونعود لكم القصة والخرافة والرواية وكل ما يعني ما من شأنه يعني اللي يدخل في الجانب النظري، لكن الخبرة اللي هي تجي من خلال المعايشة الميدانية وتيجي واحد الإنسان وتعطيها لك، فأعتقد أن هذه قيمة مضافة تحسب لهذه الإجازة.
وبعد أكثر من 4 ساعات تدريبا وتحليلا وتفاعلا تم اختتام هذه المحطة التكوينية بتسليم شهادة شكر وامتنان وعرفان لضيف المسلك على مجهوده الكبير وذلك بمساهمته في تأطير طلاب الإجازة المهنية المتخصصة في المقاولة الصحافية.